وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي إلى تركيا وسوريا وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لتخفيف أثار الزلزال. كما وجه الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان بتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لمساعدة ضحايا هذا الزلزال. وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي إلى تركيا وسوريا وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لتخفيف أثار الزلزال. كما وجه الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان بتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لمساعدة ضحايا هذا الزلزال.